اهلا بكم احترف السيد حسن نصر الله المواقف الصعبة والوقفات المستحيلة راهن خصومه على الخشية من الانتحاريين والسيارات المفخخة لبلبل جمهوره وردعه عن إقامة المجالس العاشورائيه حصل العكس تماما في العاشر من محرم نزل عشرات الألاف لبل مئات الألاف وأطل السيد حسن شخصيا كعادته في المفاصل الحرجة والمحورية شجاعا غير هياب تحدث لعشرين دقيقة مكشوفا أمام الملأ وعلى السطوح وأمام كل الناس الرجل الأول على لائحة الاغتيالات الإسرائيلية أكد على ثلاث لاءات لا للانسحاب من سوريا لا للشروط التعجيزية لا للمقايضة بين الحكومة والمقاومة خطاب حسيني بامتياز هذا العام للسيد لم يراعي كثيرا 14 أذار لبل كانت نبرته قاسية رد مباشر على الحريري السيد يتحدث من الضاحية وعلى الأرض وبين ناسه وأهله والحريري يتحدث من باريس مثل ما يقول أخواننا الشيعة بهذه المناسبة الأليمة عظم الله أجركم أهلا بكم في حوار اليوم وأهلا بالأستاذ جابي شبراي مسؤول علاقات في التيار الوطني الحر مع السلطات الكنسية والروحية أهلا وسهلا فيك أستاذ جابي فيك تأهيل أستاذ جورج تعليقك على خطاب السيد مبارح واليوم إذا تسنى لك تتابعه مباشرة بس اليوم يعني كنا نعم. أنا وياك اللي نعم. عم نتابعه حتى مبارح أنا الظاهر واضح تماما أنه حضور مبارح واليوم لتأكيد على أهمية هذه المرحلة ما بيطل السيد إلا ما بيكون في مفاصل حرجة في تاريخنا عودنا أنه دائما حاضر بزهنية بمعرفة للأمور وباطل الأمور اللي تناولوا مبارح مهم كتير واللي اليوم في هذا اليوم الأليم يعني مرحلة من المراحل تقرب الإنسان إلى الله لأنها محطة دينية حقيقية في الرد السياسي السريع على ما جاء في الصحف اليوم هو لأهمية الحدث اللي نحن عم نعيشه لبنان على مفصل تاريخي ربطه في النزاع الإقليمي عم يجبرنا نحن دائما أن نتأخر عن الوصول إلى الحلول الأساسية يلي هي مطلب للشعب الشعب اليوم ما بيهمه كل هذه الأمور بيهمه الحلول السيد اليوم حط إيده على الجرح وصف الأمور ببساطة إذا كان هناك من سلاح هذا الموقف، إذا كان هناك من حكومة هذا الموقف، وإذا كان هناك من وضع اقليمي وانتظار فنحن بهذا الموقف. خاطب الدولة امبارح وقال نحن بتصرف الدولة. وصف المفاوضات الإقليمية وكان واضح تماما أن الآتي ليس كما يروج هو لصالح الحل. لذلك ولذلك سيكون وضعنا افضل في لبنان طبيعي هذا الكلام اللي قاله امبارح واللي قاله اليوم لازم نكون واضحين تماما الخطوه اللي اخذها التيار بعد الخلوه في دير القلعه ما قاله العماد عون في اكثر من محطه الانفتاح الحوار والتلاقي هيدي نقطة مركزية يوم يوم ديني بامتياز يوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم بس ما في شك انه الناس تتطلع الى حل هل مواقف بتساعد على الحل الناس معها المواقف لا تساعد على الحل الناس بتطلع. الرئيس الحريري حكي امبارح او رد عليه امبارح انه هذا الكلام اللي قاله امبارح سيد حسن أضغاط احلام واحلام يقظه رد عليه اليوم انه نحن مش عايزين الغطاء يكون نرفض المقايضه اذا كنتم مراهنين على انسحاب من سوريا بالنسبة لأن سوريا والمقاومة والثورة الفلسطينية وكل شيء أهم بكثير من المشاركة ببضعة حقائب لكن هل هذا رد على السعودية أيضا بارح جمل السعودية وكرر انتقاده له يلاحظ أنه السيد عم يكرر انتقاده للسعودية وهذه ما كانت قبل تصير لكن امبارح انتقد السعودية هل انتقد لقاء الرئيس سليمان مع, آه مع الملك السعودي والسلطات السعودية أيضا هي رسالة له كمان ما بتصور لا لانه آه الاتصالات مستمرة مع كل الفرقاء يعني زيارة الرئيس سليمان ما بتصور انه هيك يعني عباسية في اتصالات وفي آه اما هجومه على السعودية تحت صيغة انه كل العالم عنده صورة انه السعودية تؤخر الحل تحت صيغة انه قطر تركيا عملوا خطوة إلى الوراء السعودية ما زالت إلى الأمام هذا اللي خلى هذا الهجوم بيكون بوضوح يعني كنا امبارح اذا ملاحظت قال ما بدي اسمي الحرف الاول مرة الماضي استعمل الحرف الاول وسمى الاسم وكانه يقول بكل صراحه كما عودنا السيد في كل مره لا نخجل بان نقول اننا في سوريا اننا نقاتل وصف حليفين معنا أننا غيرهم اثنين ايران وسوريا بطل التهمه عندما الانسان يقول الامور باسماء ويسميها باسماء بطل التهمه بالنسبه للرئيس الحريري سرعه رده امبارح تستوقفنا صراحه لانه الناس بحاجه لحلول نحن عم نقول الانفتاح أن على كتلة المستقبل من خلال نوابنا الكرام يلي زاروه والتقوا هو لايجاد حل ولازم نوصل لحل الحل هو في خطبة عند رئيس الجمهورية في خيمة الرئيس عم بيقول حوار وطلق لو الرئيس بري يقول فلنتشاور ونلتقي رئيس الحريري هو زعيم ما فينا ننكر يجب أن يكون إلى جانب الحل ولا ليس إلى جانب الزكزك والتصعيد بما معناه أننا اليوم نفتقد الراحل الكبير الرئيس رفيق الحريري انا على قناعه لو كان الرئيس الحريري موجود، كل هذه الامور يتخطاها بكبره بحجمه بامكانياته، تخطى بالماضي اكثر من معضله ونجح، اليوم بلبنان بحاجه الى رياض الصلح جديد، بحاجه الى شخصيه سنيه وازنه تتخطى هذه مش بالرسائل، نجلس على طاوله الى طاوله بكل صراحه ننقذ هذا البلد نتطلع الى حاجات الشعب، لا يمكن ان يستمر البلد بدون حكومه، لا يمكن ان يستمر البلد بمجلس معطل. استاذ جابي وقتها كان الله يرحمه شهيد رياض الصلح رئيس رياض الصلح اللي اغتيل عام 1951 سم. على يد الحزب السوري القومي الاجتماعي. عندما كان كان في معادله مارونيه سنيه بالبلد واضحه ما كانت هالمارد الشيعي انطلق من القمقم في مارد شيعي هلا ما بقى فيك تحكي بمعادله مسيحيه سنيه، وحتى الدروز يلي كانوا يلعبوا دور كبير في عندهم نائب ولي جملاط اللي الله يطول بعمره عملن لهم صمام امان وبوصله اتجاه لإلهم. شو بدك تعمل بالشيعة يلي هن القرار تقريبا صار بشكل مباشر او غير مباشر قرار البلد بايدهم قبل ما اعمل باتجاه الشيعي وباتجاه السني عندي واقع مسيحي الواقع المسيحي هو اللي بيعمل حضورنا عدم غيابنا معالجة الأمور بصراحة كلية كان في أكثر من محطة عند الكنيسة كان في مؤتمر في الربوي عندنا كان في انضمام إلى لقاء مسيحي مشرقي هذا نتعاون مع الكل يكون الشيعي ويكون السني موجود كل واحد منا بإطاره بخصوصيته لإنقاذ لبنان لأنه لبنان هذه الرسالة هذا الواقع اللبناني هذا الجسر العبور أمام مارد شيعي مارد سني مهما كان المارد شيعي المارد السني أكبر المارد السني أكبر واقع السني بمفهومه العريض أكبر الشيعي عن عدد حضرتك والامتداد والامتداد العدد جزء من اللعبه و ولكن... 200 مليون سني في بالعالم ما, أنه... ما فينا نقول ميرك هاي... الشيعي هاي... اليوم اذا راح باتجاه حضاري اعطيك مثال كنا في عاشوراء نتالم معهم ولكن كنا نقف امام عمليات آ... تمثيليات كذا مشاهد, ألغ... مشاهد دم الغاها الحزب راح باتجاه حضاره ثقافي نحن لازم نتعاون مع هذا الشيعي لانه لبناني هذا الشيعي اللبناني مهما كان نحن مع السني يلي بنعتبره شريك اساسي ونقول بكل صراحه عندما خطأ العماد عون خطوه نحو تفاهم كان الشيعي هذا مع السني نحن كنا برا إجا يقول نحن نفتح هذا الافق في سبيل لبنان اليوم بعد خلوه دير القلعه نقول نفتح هذا الافق لانه في معضله بلد بعد سبع أشهر بين تشهر ما في حكومة ناس متألمة هذا الواقع يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع الكل نتعاطى الشأن العام ولكن في مصلحة اسمها لبنان ما لازم يخسر لبنان عندما يتحدث السيد عن من يطرح انسحاب حزب الله من سوريا كشرط للمشاركة في الحكومة أو قبول مشاركة حزب الله في الحكومة وشرط تعجيزي لن نقبل به هذا يعني لا حكومة في لبنان ماذا يعني هذا الكلام؟ اليوم هذا اللي يعني سمحت السيد كيف. بصراحة اليوم سمحت السيد كان واضح جدا قال هذا طرح تعجيزي وكأنكم ما بتكون حكومي أنا أقول إذا كنا عم نحكي بالمشاركة الكل يعلم ان في سوريا 30 الف مسلح من اكثر من 30 دوله نحن بادر السني وساهم بهذه الحرب وعنده شهداء اجى الحزب بشكل رسمي يدخل وقال انا عندي حليفين اتدخل مع هالحليفين لانه الحليفين ما قزلوني وصف الامور نشارك او لا نشارك انا أقول مصلحه لبنان هي اللي بتقرر إذا مصلحة لبنان تقضي بأن لا نتشارك في حكومة فلا نتشارك في حكومة أنا أقول بكل صراحة أستاذ جورج شو قال التيار بلقائه مع المستقبل؟ هل صحيح أنه رفض المشاركة حزب الله بالحكومة؟ لا أبدا شو... طلعوا المستقبل لا لا, لا ما قال ايه ايه عن السلاح إعلان بلا حكيوا رفض مشاركة حزب الله بالحرب حكيوا عن إعلان بعبدة

بواقعه وبدقيته نحن ما فينا ننكر انه في راي اقليمي عم يلعب بهذا ونحن نعول على الانفتاح على السعوديه قال العمان عون اكثر من مره الانفتاح اذا كان في سبيل هل السعوديه منفتحه عليكم؟ هلا صار في اكثر من لقاء صار في يعني محطات العمان عون يقول كل شيء يساعد على انقاذ لبنان انقاذ لبنان الرساله لبنان جسر العبور لبنان هذا هذه المحطة يلي عبر التاريخ إذا توقفنا أكثر من مطرح لا يمكن أن يستمر هذا التعايش إذا ما كان مسيحية لبنان مع المسلم في لبنان هن المثال والمثل على راسي بس النائب لا عون قال حزب الله تيار لا يؤيد مشاركة حزب الله في القتال في سوريا بدك تسمعه لا 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 بس عماد عون يعني انا بلا أه عون شو أه ليك, آه ليك حضر الاجتماع بصفته الرباعي التيار بس اللي حضر يعني الرباعي النواب آه التيار قال انا اكثر من مره سئل العماد عون اللي يعني هو الممثل الاول يعني بالعمليه أكيد. قال نحن مش مع الدخول بس انا اتفهم حزب الله مبررات المشاركه فاذا في فرق ونحن قلنا كذا مره التيار منو 8 والتيار منو 14، نحن عندنا واقعنا وعندنا التيار 14 بيقول نحن 14 ايه بس بدي اقول لك نحن قال نحن كنا اساس 14، مم. اليوم في الاصطفاف طيب لا هيدا ولا هيدا، نحن كنا رواد الحركه في 14 عندما تم عزل وتحديده وتخصيصه بواحد واثنين وثلاثة هون بقدر اقول لك انه ظاهره العماد عون كان فعلا هو المارد يلي انطلق من هذا القوم وقال انا باخذ حجمي انا بحدد وزرائي انا بقدر اقول بكل صراحه انا عامل اساسي على هالبلاتوه في سبيل لبنان نحن في كثير مشاكل نحن وياهم على مستوى بعض بس نتلقى نحن وياهم على المقاومة على الخط العربي على على القضية العربية الأولى لا هذا الانفتاح والحوار لن يؤثر على أبداً. العلاقة مع حزب الله لا لا نحن نحن عندنا كل الحرص انه نحافظ على حلفائنا واصدقائنا مع المحافظة على خصوصيتنا والانفتاح هو تسهيل مهمة انقاذ لبنان. هن بيقوموا بخطوة امبارح السيد قال بكل صراحة شو قال امبارح السيد؟ انغلاق الحوار التلاقي سيد فيعني بس عم يحكي السيد من موقع قوي يعني السيد يتحدث من موقع دائما دائما في الحروب بامكانه فرض شروط بامكانه دايما تحديد دائما تحديد, تحديد قواعد اللعبه السيد يعني عنده قوه بتخليه في موقع قوي ما هي غيره لا طبيعي هذا يعني الرجل امبارح ظهر امبارح عشية وظهر اليوم وحضوره كان مميز من موقع شو؟ موقع القادر مش قصة قوة إنه القادر والقادر يفرض حل وعم بيقول بكل صراحة أنا مع إنشاء حكومة بس ولكن ما ثلاث ب... أربع ما قاعد بالحكومة ما بتخليني أتخلى عن حلفائي في إنقاذ في تغيير في المنطقة في تغيير في معادلة جديدة الأمريكي راح باتجاه ونحن كلنا نتطلع كمراقبين شو عمل الأمريكان امبارح؟ عمل انسحاب حتى حتى بوارجو عم تنسحب صح فاذا يلي يتطلع بالشان العام شيء والمواطن شيء اخر يتطلع شأن عام يرى تماما ان هناك تغيير ما قالوا بالشهرين الماضيين الشهر الماضي من ثلاث اشهر ما بقى يصلح اليوم اليوم بدها سياسه جديده مش هيك انا عم بقول بكل صراحه التلقي بحث الأمور بهدوء بحث الأمور في الداخل مع كل المحطات والتطلع إلى رجل يتطلع بشكل كبير أعطيتك مثالين رجلين الرئيس رفيق الحريري رحمه الله ومؤسس الجمهورية كمان رحمه الله لأنه كان في الصلح مع بشار الخوري أنقذوا لبنان انا اتطلع الى رجل مسيحي قوي مع سني قوي ينقذ لبنان العماد ب... عون وسعد الحريري. ليش لا ما في شيء بيمنع خليني فوت صريح انا معك خليني فوت. اذا كان هناك شخصيه اقوى من العماد عون فليكن انا بكل تواضع مش من من موقعي من موقع الناس اليوم العماد عون يمثل الشريحه الاكبر ان كان على مستوى التمثيل او على مستوى الارض العماد عون نجح في طرحاته لم يخطئ كان استراتيجي كان عنده افق واسع بدنا نكون صريحين الناس ترى تماما انه اللي قالوا بالماضي وصلنا لألو بكذا محطه اذا الرجل عنده بعد نظر عنده قراءه صحيحه هذا الرجل يستحق نقول بكل صراحه انه لمستحق ان يكون مستحق 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 نعم يعني, ها مش ها ها ليس هناك استشجاب. من عيب ان يكون شخص عنده من الخبره عنده ب... من التاريخ ها بقولوا الرو... ها الروم استاذ جابر نعم ايه ليش لا انهم مستقيمين راي ان جميع مش هيك ونحن على هذه الخطه مورني هيك قصدي انا لا لا بيقولوا انا قصدي مورني قالوا ليك يستحق وانه جدير وانه اب بكل معنى الكلمه وهو حاضن لكل هذه الأمور ويقول بصراحة يجب أن نعمل على عدم إفلاس لبنان يجب على علينا أن ننقذ لبنان العماد عون ما بقى بحاجة لشيء ما بقى بحاجة لشيء رجل عنده ما يكفي من الألقاب والمواقع رجل يتطلع إلى إنقاذ لبنان وأنا أحترم وأجل هذا الرجل مش موقعي في طير لا بقناعاته من موقعي كمراقب من موقعي كإنسان راقب كل المحطات العماد عون رجل يستحق خليني اختصر أنا وياك أنت بتعتبر معادلة خلاص لبنان مستقبلية تقوم لكان إذن على ثنائي العماد عون رئيس لجمهورية سعد الحريري رئيس للحكومة أنا عم بقول ما في مانع، أنا عم بقول ما في مانع، لا. بس أنت بتحبز. لبنان, بتحبز لبنان بتحبز يقوم لا لبنان يقوم على المناصفة اما الاشخاص شيء ثاني طيب. لبنان يكون على مناصفة أستاذ جورج مناصفة حقيقية واضح, واضح 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 المناصفة الحقيقية بتقلي على رأسها بيكون في العماد عون وبيكون في آه سني أنا لا أقلل من أهمية الأستاذ تمام آه بيكسلة رجل يتمتع بكل المواصفات تمام بيك أنا بقول ينطبق عليه مواصفات رجل الاعتدال ولكن هو من فريق 14 ما حدا كله نحن قلنا أنت عم بتجيب رئيس 14 ما في مشكلة، نحن عم نقول آه، تمام بيك سلام رجل يتمتع بكل مقومات إنه يكون رئيس حكومة، هذا ليس انتقاص، أما أتطلع إلى رئيس سعد الحريري كانقاص إذا في من إنقاص وانفتاح فليكن هذا هذا اللقاء هذه المحطات في سبيل انقاذ لبنان الناس ما بقى تحمل عماد عون يعني بده يدفع له حق التيكت هو ايه عماد عون مشهوره ايه؟ وان واي تيكت روحه بلا رجعه وهيك بده يشتري سب... له هو التيكت ايه؟ الرجعه يعني ايه عماد عون اذا اذا عم تتابعوا مزبوط قال ايه احنا حضرنا تخيل نحن غيرنا وقلنا بكل صراحه اه ايه قال ودعي إيه للرجعه إيه دعي للرجعه ايه الوان واي تيكت كان لها ظرفيه سيد حسن دعي مش هيك انا عم بقول نبيل بري رئيس بري دعي نحن قلنا ما كان من شهرين وثلاثة وأربعة لا بقى ينطبق تغيرت الأمور نحن كنا عم نعيش بظرف تغيير آه سوريا خلال ستة شهور ثلاثة شهور رمضان اتفاق كذا لم يحصل صار في تغيير أساس إذا العماد عون بقي بموقع كمان <applause> غلط أنا بقول لك ما قام به العماد عون في تمام بدو يقدمه العماد عون بنظر قال الحريري اذا 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 بده يعمل رئيس جمهورية معرضوا عليه في كلام كثير منقال انه اذا بتترك حزب الله وبتتخلى عنه الامريكان قالوا له وبيت الحريري قالوا له 14 قادر وصلوا له بتترك حزب الله وبتمشي معنا من نبحث فيها رفض العماد عون اذا اجوا هلا قالوا له يعني نحن بنمشي معك برئاسة الجمهورية بتتخلى عن حزب الله وبتتخلى عن آآ آآ تعاطفك مع الرئيس بشار الاسد وهدول كلهم شغلات في بيقبل العماد عون بيقبل يتنازل عن هيدول التحالفات كرمال رئاسة الجمهورية أنا بقول لك بكل صراحة هذه الإغراءات ما بقى فينا نقول إيه ولأ لأنه سبق أه لا. وقالت ومرقت علي أكثر من مرة ورفض كل هذه الإغراءات ما بقى فينا نجربه للرجل الرجل تخطى هذه المحطات يعني لو شخص أول مرة بتقول ممكن يقبل ممكن ما يبقى الرجل تخطى هذه التجارب وأثبت على مصداقية عالية تفوق كل هذه المحطات الرجل يقول ما أقوله بالداخل أقوله علنا وأثبتت الأيام أنه لا يخشى ولا يخجل بأي شيء يقوله إن كان في السر أو في العلن هذا السي... هو الأمان أستاذ جابي وقت يقول سامحت السيد امبارح أنه الوضع بسوريا عم يتحسن ممكن تطورات بالمستقبل تكون الميدانية والسياسية في سوريا تنعكس بشكل أفضل لنا على الصعيد الداخلي والصعيد السياسي هل هذا يعني أنه فريق 8 أدار وفريق العماد عون وحلفائه يأتون برئيس جمهورية ويكون العماد عون مرشح حزب الله هذه المرة أو مرشح هذا التحالف الواسع العريض لرئاسة الجمهورية هل بيقصدها كمان سيد حسن امبارح برأيك أو فسرت هيك على الأقل فسرت أنا بقول لك سيد حسن هلأ يتكلم عن مشكلة مش عن حلول يقول ان هذه المشكله يلي انتم تراهنون عليها انه سيكون هناك حل يقصي حزب الله انا اقول لكم لا الحلول عودونا حلفائنا انهم ما بيضحوا فينا وركز عليها اكثر من مره مين قال عفوا السيد حسن فكرت عماد إيه. عون لا لا عم بحكي عن السيد حسن في مشاكل ما انت عم تسالني عن السيد حسن انا عم جاوبك إيه. السيد حسن السيد امبارح كان واضح حلفائنا ما خذلونا لذلك فيما لو حصل الاتفاق وسيحصل الاتفاق نحن كفريق سيكون وضعنا افضل مرتاحين صحيح لهذه الحلول وقال نتكلم بهدوء روقوا شوي طولوا بالكم روقوا من يراهن يراهن على خطا انا صريح معكم كان امبارح واضح امبارح خير اليوم بارح كان واضح تماما وقال فلنتكلم بهدوء عرواء المراهنه انه نحن خسرانين مش مزبوط، مراهن انه سوريا خسرانين مش مزبوط. هلا يصح هذا الكلام الله يصح <applause> الايام اتي نحن نتطلع استاذ بكل صراحه الى واقع رساله لبنان من موقع من اي موقع من موقع مرا او من موقع نحن نتطلع الى لبنان الانسان يلي عم بيعيش في لبنان يوميا لا يتعاطى الشأن السياسي بدقيته يقول أنا بحاجة إلى حكومة أنا بحاجة إلى حلول هذا اللي نحن بحاجة له اليوم الانفتاح طرح الأمور على طاولة بحث بجدية ما يقوم به دولة الرئيس بري بالتعاون مع الكل ما يقوم به اليوم دولة الرئيس العماد ميشيل عون بالتعاون ما يطرحه خانة الرئيس يجب أن نتلاقى كلنا ما فينا نضل رفاضيين ونقول نحن مش قادرين وما بنقبل وما بيصير، هذا ما بقى يمشي الحال. الناس بحاجه لحلول. من يعمل على اثبات حل هو رجل بامس الحاجه لإلو الواقع اللي نحن عم نعيشه. قبل ما اخذ البريك، هل فينا نعتبر انه العماد عون، الرئيس عون، هو المرشح الوحيد او خلينا نقول الاقوى على ساحه التحالف العريض؟ شو بدك تعمل ب نائب سليمان فرنجي شو بدك تعمل شو بدك تعمل؟ عم بقول م... م... بنسال عنهم نحن... هل هل ما رح تعمل مشاكل نحن... ايضا نحن ما بتصور لانه انا بقول لت... التفاهم بين الحلفاء والاصدقاء تربطنا صداقه بالنائب النائب والوزير سليمان بيك عميقه جدا وفي تفاهم عريض وسليمان بيك كان واضح تماما انا مع العماد عون انا بقول لك بكل صراحه مش هون المشكله المشكله مش شخص العماد المشكله هي الواقع يلي لبنان تعيشه المنطقه نحن ضد الفراغ نحن ضد التمديد نحن مع انتخابات نحن مع حل ورجل قادر رجل عنده الامكانيات الباب مفتوح امامه لوضع حلول لبنان بحاجه لانقاص ونرى بهذا الرجل الشخص المناسب في المكان المناسب ألا ترى في العماد أهوج رجل مناسب في المكان المناسب؟ كل يوم خير وبركة نحن لا نتطلع إلى أن نقول فلان منيح وفلان مش منيح هذا, هذا كلام لا يجوز أبدا الكل يتمتع بالكفاءة الحلول هي اللي تفرض الشخص إذا كان في من إنقاذ لبنان وفي من حلول أنا أرى بكل صراحة الرجل المنقذ هو العماد قبل ما اخذ البريك في استعيد انا وياك معادله صارت سنه 88 نحن عم نشوف التشابه لكن مع اختلاف الظروف سنه 88 كان في حديث ومسعى من الرئيس امين جميل للتمديد لولايته تجنبا وتلافيا للفراغ وصارت اتصالات وراح للمره الاخيره بعد قطيعه طويله مع السوريين راحوا زارهم بمسعى من الله يرحمه غسان تويني عميد وكبير الصحفيين الله في يحب. لبنان ورئيس حسين الحسين الله يطول بعمره راحوا حضروا له زيارة هناك وصار يلي صار ما مش التمديد وصارت ليلة الكونياك الشهيرة في 22 أيلول 1988 رمى كرة النار بين يدي العماد عون كان كاسر إيده يوم وتلقفها وتلقف ورجعت صح. ولعت الشرقيه بال89 والغربيه سوا وال90 السؤال صح. في معادله هلا عم بتقول انه اكيد مع من دون التشكيك ابدا بنيات فخامه الرئيس انه يا في تمديد او تجديد ولايه يا اما انا بسلم بايد وصول العماد اهوجي لرئاسه الجمهوريه ومشان هيك قال لا امانع في تسلم العماد عسكري يعني يا بنرجع بنكرر تجربة العماد عون بال 88 أو بتمددوا لي وفخامة الرئيس أصر ورفض ويرفض التمديد، لكن كلهم عم بيقولوا طب إذا ما في انتخابات شو بنعمل؟ نمدد له للرئيس. هو ما بده بس بده يمددوا له، أعطيني رأيك بهذه المعادلة تتكرر أو لا؟ أنا بكل صراحة لا تتكرر. لأنه في عامل أساسي. هذيك الظروف تغيرت، إذا سيتغير. اثنين أنا أحيي فخامة الرئيس عندما يقول أنا مش ضد عسكري، ما هو عسكري. شو المشكلة بالعسكري؟ العسكري القوانين منعته. بس بدي أقول لك بكل صراحة، العسكري عنده مناقبية، العسكري عنده مؤسسة، العسكري عنده خط، العسكري عنده انضباطية، العسكري مش شخص في عنده دونية، بالعكس العسكري شخص مميز. الضابط، القائد شخص مميز. نحن عندنا تجربة، العميد عون من الباك جراوند تبعه لانه كان كان سياسي ناجح ومحنك استراتيجي كبير بيقصد الرئيس سليمان برك العماد عون لا مانع في وصول عسكري انتخاب هل عسكري هلا تخطيها عماد عون عون كمان قائد جيش. جيش وتخطيها عنده عنده <applause> يحمل اثنين قلت لك <applause> الالقاب تخطاها الرئيس كان صريح وقال انا مش مع التمديد لانه يعرف تماما التمديد ضد مصلحه لبنان وضد مصلحته انتبه التمديد ضد مصلحه فخامه الرئيس مش ضد حدا قد هو ضد مصلحته، وعندما نتكلم عن تمديد يعني نتكلم عن فراغ. التمديد هو فراغ. المؤسسات الدستوريه اهميتها اهميه هذه الدول بتطورها هو بتعاقب على المسؤوليه. هيدي حضاره، هي ثقافه تداول السلطه تداول السلطة. الرئيس من هون انا بقول الكل وانا بتوقف عند غبطة أمين البطريرك يلي قال أنا مع فخامة الرئيس بهذا الموقف غبطة أمين البطريرك مرشارة بطرس الراعي كان واضح تماما امبارح قال فخامة الرئيس رفض تمديده أنا أؤيده أنا إلى جانب غبطة البطريرك في هذا الموقف لأنه <applause> وضع وضع الكنيسة اليوم والبطرك الباروني في هذا الموقع وبهذا الاستحقاق وضع وازن جدا غبطة أمين البطريرك اليوم بكل انتشاره وحركته كان في يتلافى هذا الكلام ولكن كان جدي وقال بكل صراحه انا مع فخامه الرئيس لانه هذا الكلام مسؤول من غبطة أمين البترك وقال بكل صراحة هذا شيء هو لصالح الرئيس وصالح لبنان قديش ساهمت زيارة العماد عون ولقائه والعشاء مع البطريرك في هذا الكلام الأخير شوف المجالس في الامانات انا كنت واحد واحد ما في غيري بس منسج منسج ودينامو ومحرك هذه العمليه شوف انا شو رايك لمزيد من التشويق شوي صغير نتركها بعد البريك لانه طالبين من ياخذ بريك فضل. نرجع من بعد ناخذ السيس جابي جبرائيل مسؤول علاقات التيار الوطني الحر مع السلطات الكنسيه والروحيه بعد البريك نسمع روايه العشاء اهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع الاستاذ جابي جبراي المنسق العلاقات في التيار الوطني الحر مع السلطات الكنسيه والروحيه. استاذ جابي العشاء الاخير اللي حصل بين سيدنا الراعي وبين الجنرال عون من حوالي ثلاث اسابيع، هل هو كان اجتماع طارئ فرضته ظروف معينه ام كان اجتماع عادي تم اختياره او توقيته يعني استنادا ومراعاة لظروف الأمنية أو ظروف سيدنا الراعي شو لنا عن هذا العشاء وشو ممكن تقول من موقعك لأنه أنت نسقت العشاء أو خليني أقول بصفتك كمنسق لك دور في هذا الموضوع شوف أستاذ جورج الناس بهم النتائج والمحطات هي محطات في في مرحله من هالمراحل يعني. اولا اللقاء مع الكنيسه والتواصل مع غبطة أبينا البطريرك بصورة دائمة العشاء هو محطة من المحطات رغب صاحب الغبطة أنه يكون الاجتماع أطول فيكون على العشاء لأنه بيصير في مجال للبحث بأمور أكثر كان في صلاة صلاة المساء ثم انتقلنا إلى العشاء وكان في استعراض لكل هذا الواقع نحن بنعرف تماما أنه العلاقة مستمرة في تواصل غبطة أمينة البطريق كان ب عدة محطات اجتماعات وسفر ولقاءات ما كان في مجال من من هديك اللقاء يحصل لقاء فكان لقاء اجتماع على عشاء لأهمية المرحلة وإلا التواصل موجود ما في زوم لتواصل نحن في توافق مع غبطة أمينة البطريق لأن البطريق بكل صراحة هذا الكاردينال قام بنقل نوعي إن كان في الكنيسة أو في النظرة وكان على صواب عندما وصف الأمور من سنة وسنتين بعد زيارته لفرنسا بعد وصف الأمور مثل ما نحن اليوم في حقبة تشهد لهذا البطريرك بأنه كان مقدام في قول الحقيقة صارح الشعب قال الكلام اللي كان كل واحد منا ما بيتجرأ يقوله هون اهميته التلاقي مع هذا الموقع الماروني المتقدم صوت كل مسيحيي المشرق كل هؤلاء الكنائس تتطلع الى بكركي الى سيد بكركي على انه منقذ اليوم بدوره عم يقوم فيه بتجواله بمحطاته في بنائه بمكاتبه في الكنيسه في دوره في اعاده التموضع وهذا الكلام بمحطه وبثقه اقول ليس انتقاصا من الكاردينال صفير انا ابن هذه الكنيسه اعرف تماما العلاقه ما بين غبطه امين البطريرك وغبطه البطريرك الكاردينال صفير علاقه ممتازه وانا اعترف ان الكاردينال سفير عندما كان باتريارك كنت على تواصل مع صاحب الغبطة وأعترف أن هذا الباتريارك سفير هو علامي هو مرجع من مراجع هو صاحب السهل الممتنع هو رجل فكر رجل دين عمق أكثر ما تتصور بحب أقول لك شغلة لأول مرة بعد ما آه قعد بجناحه وانا بعرف أنه في كل صلاه بكل لقاء آه ابينا صفير آه في مقدمه يترك له المجال البطريرك الراعي ان يبدا الصلاه زاروا العماد عون بالعشاء الاخير لا 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 قبل قبل عيد نعم. آه الميلاد نعم بدون اعلام بدون اعلام طلع عماد عون بدون اعلام على بدون اعلام نعم وزرنا بجناحه وال... للبطريرك سفير للبطريرك سفير نعم نحن على تواصل لماذا و... لم يعلن عنها حزب ما, ما في زوم لانه لك شغله نحن كل الحركات يلي يعني... يلي يعني هي نحن ب... ب... بهمنا بالنهايه النتائج هلا اللي قلت لك هي... النتيجه على تواصل مع البطريرك سفير و... وزاروا اخر يوم من نهاية السد قبل إغلاق المجمع طلع البطرك الراعي استلم البطرك الراعي وصرنا أكثر من لقاء نحن وياه عيد الميلاد من بعد ما زرنا البطرك الراعي ورحنا ما كان في وقت لأنه كان في احتفال في جوني رجعنا في جلسة تانية طلعنا على بكركي رحنا زرنا بجناحه للبطرك سفير وتداول معه الجنرال وضعه بواقع الوضع الاقليمي وتشاور معه احتراما وتقديرًا لانه الجنرال كان يقول في كل مره انا لست على خلاف مع البطريرك سفير هو رئيس الكنيسه وانا انتمي الى هذه الكنيسه في بعض وجهات النظر هيدي شغله طبيعيه ممكن يكون في عندي وجهتين نظر ولكن نجل ونحترم ونقدر البطريرك سفير هون هيدا بين بركتس تقول عندما أقول كلمة حق بغبطة أبينا البطريرك بشارة الراعي بهذه القفز النوعي في مؤسسة البطريركية في هذا التوزيع من المكاتب أطلق رسالتين أنا بتمنى على اللبنانيين يقروا الرسالتين عمل أول رسالة بأول سنة وعمل تاني رسالة وعمل هذا البرنامج اليوم البطريرك سفير البطريرك الراعي عنده مركز بأربع مجالس رومانية في الفاتيكان. البطريرك الوحيد اللي حسن هذا البطريرك اليوم عنده هذه الامكانيات برفع اسم لبنان، نقل الكنيسه المارونيه، دفع ال الكنيسه المشرقيه. نحن ما ما منكر ابدا انه المسيحيه برئتيها الرئه الغربيه والرئه الشرقيه، نحن نمثل هذا العصب الاساسي، هذا الواقع الكنيسه المارونيه هي بحالة تلاحم مع الكنيسة الأرثوذكسية ما حكيت على الأرثوذكسية هذه الكنيسة المستقيمة الراعي البطريرك الراعي هو الصوت الصارخ لقاء العماد عون من موقعه مع الكنيسة موقع لقاء طبيعي لأنه السيد بكركي جمع الأقطاب المسيحية الأربعة يلي لم نتمكن من جمعة قبل جمعهم وقال كلمة حق يجب أن نتلاقى وأجب على المسيحيين مسؤولين وشعب ان يحملوا مسؤوليه هذا الواقع في الشرق جمعهم البطريرك الماروني واصموا الطرح الارثوذكسي الطرح الارثوذكسي هو طرح انتخابي استاذ جورج الانتخابات هي محطه في تاريخ الشعوب تاريخ الكنيسي واقع المسيحيين نحن طالعين امبارح من لقاء المسيح المشرقي في الحبتور كنت على الطاولة أسمع أكثر من دولة مصر وفلسطين والأردن والسوري والعراقي يتألم يقول نحن في ظرف استثنائي نشكر من دعا لهذا اللقاء لأنه عندنا واقع عندما يقول المصري أنا بنهار واحد حرقوا لي ستين كنيسة ما بيكون عم بيخبرك خبرية هيك بس لحتى يخبرك إياها عم بيقول أنا متألم وأنت الصوت الصارخ وحضور في هذا اللقاء المطران مظلوم سمير مظلوم على راس المشاركين بدءا بالصلاة في اول يوم وثاني يوم ومتابعته له... هل صحيح ما كان بده يحضر جيبوني بصراحه لأنه لا, لا, لا عندك الك... عندك لا لا ابدا الصحيح. ابدا هذا الكلام مش مزبوط ابدا ترددت ترددت اقاويل انه سيدنا مظلوم ما كان بده يحضر وانت تدخلت شخصيا شوف. لحتى لم شوف. آه لملمت الوضع وترتيب شو صار تحديدا لا, 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 لا مزبوط المزبوط انه حصل انه في لقاء بيت عنيا اللي اسس هذا اللقاء الكبير حصل انه كان متوعك في جلسه من جلسات في سبعه ما قدر يحضر تناقلت الصحف قال انا ممثل هو يحضر مش بصفته الشخصيه يحضر بصفه ممثل رأس الكنيسه ورأس الكنيسه كان مرحب وطلعوا لعنده الساده الاساتذه يلي هن الوفد وكان صريح معهم البطرك قال هذه الحركه تؤسس للقاء مسيحي مشرقي نحن مع هذا اللقاء نحن مع متابعته مع ماسسته مع, مع اندفاعه لانه بكل صراحه انا بعرف من ممثلنا الوزراء اللي كانوا معنا الوزير بسيلة اللي كان باللقاء من الوزير جيساطي من كل الوزراء اللي كانوا سيدي هذا اللقاء ما ولد بظرف 24 ساعة اجتماع وصورة هذا في تواصل وفي حقبات أنا عندما تواصلت مع المطران مظلوم أنه سيدنا حضرتك قال أنا إذا غبطت الأمين البطريرك هو الراغب أنا ما فيني أتمنى أنا سأكون معكم وحضر وبحب أقول لك صراحة كل اللي حضروا الملفت بسيدنا مظلوم أن صاحب السيادة دون على اكثر من ورقه كل ما قيل بشكل دقيق يعني الكل كان معجب وسجل لصاحب السياده سرعته في ضبط محضر لكل الجلسه لاهميتها هون اهميه حضور الكنيسه ان ينقل هذا الحبر سياده المطر المظلوم كل ما دار في هذا الاجتماع مش حضور بس حضور ومشاركه ودعم اللقاء مع أه بين الجنرال والبطريرك لقاء طبيعي بيضم بيشمل كل الامور ويتخطى كل هذه المعوقات وهذه المحطات الصغيره لان هذا اللقاء يخدم لبنان هل صحيح انه سيدنا الراعي في انباء تواترت الى العماد عون بانه ممكن بكركي يكون لها راي مختلف ومغير لرايه في موضوع التمديد لرئيس الجمهوريه اذا حصل. هل صحيح انه هذه النقطه تحديدا هي ما دفعت الى التحرك لاعاده وصل من قطع وراء بالصدع بين هذين الموقفين بصراحه؟ لا لاقول لك انا اكون صريح مع الراي العام كمان. هذا كلام تتناقل الصحف، يعني تضع محطات انا بعرف الاعلاميين اجل واحترم لانه يكون لمخيلته وبعض الاوقات بتزبط وبعض الاوقات ما بتزبط كان في تصور على اثر عشاء انه يكون في هذا العشاء بحضور كذا شخص انه يكون في تغيير بالراي بكي. عشاء النائب هادي حبيش مزبوط على حضروا في الرئيس, الرئيس وحضروا كذا كان اجى صور وكانه صور اجتماع هون بيقربوا من سيدنا الراعي سيدنا الراعي ما بتصور انه رح يتاخد بهذا القول يعني علما انه سيدنا الراعي كان واضح وصريح إلى الملا انا ضد تمديد مجلس النواب ضد تمديد رئاسه الجمهوريه إلى صراحه ما بيغير رجل بكبر واهميه البطريرك الراعي بهذا الدور عم يلعبه. ما بيقدر يقول جوا شيء وبرا شيء بصراحه هلا الصحف تناولت بعضهم انا بعرف بفهمهم الصحفيين لانه جماعه بكل صراحه عنده ماده بده يتناولها فيتناولها ممكن تزبط ممكن ما تزبط. التحذير منها كمان ممكن اما يطلع البطريرك يسأل هذا السؤال الجنرال عنده لا ما مش لا ما, ما فينا نقول هذا الكلام البطريرك على تواصل اما نزول عند رغبه سيدنا في لقاء وعشاء بحثنا امور تتخطى قصه رئاسي وموعد وكذا بحثنا الوضع الاقليمي انعكاسه على الكنيسه أكبر أهم موضوع كان مع الكنيسة هو وجود النازحين كيف بدنا نتعامل مع الناس الموجودة عندنا يلي يعني عددها يفوق احتمال لبنان هذا كان البحث الأهم أنه الجنرال حذر الجنرال حكي هون كان توقف غبطة البطريرك هذا من أهم النقاط أنه شو لازم نعمل ككنيسة كيف بدنا نتعاطى مع الناس في مسلمين وفي مسيحيين ولكن الإنسان والإنسان بواقعه كانسان انت ككنيسه مفروض تتعامل معه ما بتقول هذا مسلم هذا مسيحي إذا. انت تتعاطى مع الانسان بانسانيه بواقع اجتماعي كيف يجب ان نتحرك لرفع الضرر عن الواقع اللي نحن نتالم من اجله هذا الموضوع الاساسي موضوع اساسي مركزي انتخابات انتخابات رئاسه نعم البطريرك في كل محطه يؤكد على انه لازم يكون في قانون انتخابي نتوافق عليه ونروح لانتخابات يجب ان يكون انتخابات رئاسي هل يأيس هل يأس سيدنا الراعي من امكانيه جمع الاقطاب المسيحيين لا مجددا؟ لا لا صار في اكثر من لقاء بحب اقول لك انه صار في لقاءات هلا من خلال اللجنه يلي مكلفه من قبل سيدنا من دون ما افوت بالاسماء يلي زارت العماد عون وزارت كل الزعماء نعم وانا على معرفه وحضرت احد الاجتماعات من من المتابعه عم يسعى البطريرك مع كل الزعماء انه يجمع الجمع الواقع المسيحي على قانون جديد يدعم دوله الرئيس بري في وضع نظام جديد، الكل يتطلع الى انتخابات تساعد الشعب على الخروج من هذا الواقع اللي نحن فيه، ما فينا نستمر هيك، الوضع الاقتصادي لا يحمل. الوضع اللي حذر منه العماد عون امبارح سبق وانطرح جوا، اليوم ثلاث بنوك عندنا بينزلون درجه، معناتها في خطر حكيها العماد عون كمان طبيعي ثلاثة هيدي تقترب بس نصير بالسي يعني الافلاس لا سمح الله لانه لانه هيدا اهم من انه نقول عشاء ولقاء الجنرال حكي عن سرقة الدولة عن سرقة الدولة حكي عن هذه المحطات الأستاذ إبراهيم كنعان قدم الكتاب الإبراء المستحيل الكل يعلم تماما أنه يحمل بطياته باسم العماد عون والأستاذ إبراهيم كنعان تعب كثير تحط هذا الكتاب بدقة لأهمية القرارات الصادرة بحق ما من أفلس الدولة الجنرال قال من سرق الدولة مش افلاس سرقه الدوله هذا الكتاب صدقني انبحث مع مع البطريرك وانبحثت محطات حتى توصل يقول لا مقاومه وفساد العماد عون لا مقاومه وفساد المقاومه تكون قويه بده يكون الداخل حصين بشفافيه عاليه بدقه في العمل بمعرفة اليوم ما فينا نقول فلان ما عرف ما بيعرف في محطات القضاء يجب أن يقول كلمته الشعب بحاجة إلى الحقيقة الناس تتطلع إلى منقذ وهذا اللقاء مع غبطة بطر يساعد ما. على الانقاذ قد ايه بتعطي علامة للعلاقة بين سيدنا البطرك والعماد على عشرة؟ لا آه مش مصيبة لا بس من انا اثنيناتهم ناس... الارقام بس بدي اقول لك شغله 10 10 يعني طبيعي مهو. لانه ما في خلاف ولا على اي نقطه بكل صراحه بامانه انا يجب ان ان لا اقول ما ما ما, ما حصل لانه في اكثر من لقاء واكثر من مو... بس بس قول 10 10 انا, أنا يعني مؤتمن بس انا بدي اقول لك شغله ما بقدر اقول انه كان بقي نقطه أجل العماد عون لحتى يرد جواب فيها بحب اقول لك بكل صراحه سؤال العماد عون والمجالس بالامانات شو رايك بكذا؟ كان عندي راي انا هلا عم ردد شيء عندما يقول العماد عون نعم يعني نعم نعم ولا لا ولا مره يقول لا وهون كان له تعليق, تعليق, تعليق من قبل غبطه ابينا قال ما قاله ماريو حنا في كتابه لا باردا ولا ولا حارا فاتقيأه اذا كان فهذا كان ردا على هذه الجملة لأنه عندما سئل العماد عون في أكثر ما يجيب بصراحة ويملك قراره يقول نعم يقول لا وأنا بقول لك بهذه المحطة إذا عم تسأل عن علامات خرجنا من اللقاء ما في سؤال بحاجة للاستمهال للرد بل كان العماد عون صريحا صادقا بما يقفه ما قالوا علنا يقولوا في الداخل وبكل محبة انا بدي اشكرك استاذ جابي جبراي منسق العلاقات في التيار الوطني الحر مع السلطات الكنسيه والروحيه أه الله يعطيك العافيه وان شاء الله بتضلك بهذه الهمه أه بتجمع القلوب وبتبدد الالتباسات والمشاكل بتلغيها حلال مشاكل ترابل شوتر اهلا وسهلا فيك الله يديمك وبنشكرك مجددا باول اطلاله لك اللي انا شخصيا بعتبرها أنا جدا ناجحه انا بدوري بشكر او في بشكر او تي في بشكرك شخصيا فيك. بشكر هذه الاداره الكريمه أشكر هذه المحطه نتابعك دائما نتابع الكل نحن الى جانب او تي في شكرا لك الله يخليك ميرسي استاذ جابي شكرا لكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء بحلقه جديده